شكرا أبو بدر على الكلام هذا عن دور البرلمانيين في الفساد، وشكرا أيضا على الإشادة بموقف المنبر حيال المشاركة في الانتخابات. الإشكالية بشكل عام، الإشكالية تدور حول موضوع نزاهة العمل البرلماني. في الدور في الفصل التشريعي اللي أنتم كنتوا فيه، كان في أيضا في نوع من المحاسبة الواعية اللي ترصد الأمور كثيرة، وفعلا كانت مثار اهتمام وأيضا مثار تحسب عند الجهات التنفيذية لبعض المسائل، لأن هناك من يراقب، من يتابع، من يحاسب، من يريد أن يستجوب بشكل جدي. المحور الأساسي النزاهة العمل البرلماني وجدناها مغيبة وتضرب في الصميم مع الأسف الشديد. وجدنا في الفصل التشريعي في أواخر قبل نهاية الفصل التشريعي السابق نواب يتخلون عن ما بقي من صلاحيات وقيدوا عملية الاستجواب. في الفصل التشريعي الحالي وجدنا نواب يتقدمون باقتراح لإلغاء حق الرد، لإلغاء حق الرد على إجابات الوزراء، إلى درجة أن أحد النواب أعلن بأن هذا هو الحق الوحيد لنا في عملية السؤال. يعني تصور اختزل الدور الرقابي في عملية سؤال الوزير، هذا جانب. الجانب الثاني وجدنا أيضا، وهذه أيضا مست نزاهة العمل البرلماني، طعفنت مشاريع الاستجواب. وجدنا أيضا في إحدى الدورات، ها بتستجوبون وزير من عندنا، نستجوب وزير من عندكم، وهذه في الدورة اللي أنتوا فيها والدورة اللي بعديها. أيضا وجدنا رفض من نواب لإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، وهي إحدى مقتضيات الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي انضمت إليها البحرين في 10 يناير 2002. أيضا وجدنا نواب يرفضون مدونة السلوك البرلماني. وجدنا نواب لم يقدموا كشوفات إقرار بذممهم المالية. وجدنا أيضا نواب يستغلون الحصانة البرلمانية حتى في مسائل تتعلق بخلافات شخصية. ومع الأسف الشديد وجدنا المجلس، رئيس مجلس النواب هو من أعطى، من رفض رفع الحماية الحصانة البرلمانية. أيضا وجدنا نواب عندما كانوا يترشحون يقدمون رشاوى مالية وعينية ويتكلمون عن الفساد ومحاربة الفساد. هل هؤلاء نتوقع منهم أن يحاربوا الفساد؟ بالعكس، أصبحوا متواطئين بعملية الفساد، لأنهم أصبحوا جزء من عملية الفساد مع الأسف الشديد. رئيس لجنة، أريد أستذكر بعد مثلا مقالة رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات مشروع مبنى المستشفى الملك حمد، قال بأن التجاوزات في هذا الملف تفوق التوقعات. مرة واحدة سكت. التجاوزات في ألبا، أكوا ألبا، وين راح؟ المشكلة أن في كثير من القضايا التي تشكل قضايا رأي عام يسكت عنها فجأة، مثل الآن تقرير ديوان الرقابة المالية اللطيف
والملاحظ أن كانت قبل سنوات الوزارات تتسابق للرد على ما يجي في ما يأتي في من ذكر لها في تقرير ديوان الرقابة المالية. الآن ما عادت تهتم، قولوا ما تشاءون ونحن نفعل ما نشاء. الوحيد الأيام اللي فاتت وجدنا رئيس دائرة الأوقاف الجعفرية يرد بشكل فيه استفزاز أيضا واتهام مباشر لديوان الرقابة المالية، هذا افتراء وهذا كذب وكذا. هذا ديوان يتبع جلالة الملك ولا يتبع المعارضة أو يتبع جهة ثانية، فبالتالي يعني شيء مستغرب أن يظل سكوت الديوان على هذه الهجمة الشرسة لمصداقيته وتمس نزاهته. حتى أكتفي علشان لا أطول عليكم، وشكرا. شكرا أبو نواف. المداخل الرفيق جليل نايم. يعطيك العافية رفيقنا وأخونا وصديقنا أبو بدر على يعني هاي الندوة القيمة. في الواقع ما ذكرته وما ذكر الآن رفيق خليل والواقع العملي يعني اللي تطور من 2002 إلى الآن يعطي المواطن، يعطي للرأي العام مجال مقارنة جيدة بين نشاط كتلة الوطنيين الديمقراطيين اللي أنت أحد أوجهها النيرة والمدعومة من المنبر التقدمي ذلك الوقت، أدائها في مختلف الجوانب بما فيه في جانب الفساد، وبالفعل استرجاع أموال للدولة ليس فقط في مجال التأمينات الاجتماعية ولكن في مجال النفط ومجال مجالات أخرى أيضا، وإعادة رفد ميزانية الدولة فيها، وبين الأداء في البرلمانات الأخرى التي غلب عليها الطابع الطائفي حتى آخر برلمان. نأمل في أن هذا يقنع الرأي العام من جديد الحاجة الضرورية إلى الوجه التقدمي، الوجه الوطني الديمقراطي في البرلمان القادم. ولهذا طبعا المنبر التقدمي قرر أن يدخل الحملة الانتخابية، يخوضها بكل قوة من أجل وقف هذا التدهور البرلماني خلنا نسميه الحاصل في مجتمعنا. عندي عدة أسئلة إذا يعني يسمح الوقت. أول سؤال أنه يعني في أي قضية أنت تلجأ للناس الاختصاصيين الخبيرين فيها، الخبير في قضية الفساد ما راح يتعاون وياك إذا أنت بتجري بحث في هذا الموضوع. يبقى مسألة الوصول إلى المعلومة، تسهيل الوصول إلى المعلومة، حرية الوصول إلى المعلومة ضروري جدا لضمان هذه المسألة. بودنا أن تتحدث عنها في سواء الصعوبات اللي واجهتونا في ذلك الوقت أو ما تنون من أجل فرض حرية يعني وصول النائب إلى المعلومات الحقيقية، خاصة في مجالات اللي فيها الفساد يعشعش واللي فيه طوق حوله دون الوصول إلى المعلومة. في كل العالم معروف أنه قطاعين، قطاع الصناعات الاستخراجية اللي من أجل أيضا أنشئت منظمة دولية إلى جانب منظمة دولية للشفافية، وهي الشفافية في الاكستراكتينج اندستريز في الصناعات الاستخراجية. هاي طبعا حالة يحتاج أن يعني نوابنا يتوقفون عندها. الجانب الثاني مجال التسلح، وهذا معروف في كل العالم أن مجال التسلح مجال واسع جدا للفساد. والله في سؤال ثاني راح عن بالي الحين، إذا جاء إن شاء الله برفع يدي مرة ثانية. شكرا. شكرا أبو مجيد. أستاذ أحمد سند. مشكور يا أبو بدر على الكلام اللي قلته. احنا لو نحكي بالبساطة طبعا اليسار كان له دور في السبعينات
هو اللي وصل برلمان، وصلوا كتلة الشعب هي اللي كانت لها دور قوي، وأحسن برلمان اللي وقف مع الشعب والشعب ما وقف معاه، لأن كان الشعب مترابط عدل. بس شو اللي صار؟ الحكومة حلتها على أساس أن الشعب كان متكاتب مع البرلمان. نرجع حق الأشياء اللي احنا بنقولها الحين بالنسبة حق البرلمان عقب انت اخوي ابو بدر، انت كنت في البرلمان، يعني يوم كنت في البرلمان هل خدتوا موقف من المواقف اللي انتوا خلاص يعني تسحبون او بتوقفون انه خلاص يا يتحاكم دي الوزير يا احنا يا نقابل الوزير يا ما تصير، على اساس انه يصير الوزير من الوزير يصير مستشار؟ هذا شيء واضح، حتى الاوادم العاديه تعرف شنو يدور. قال اللي كنت يعني انا احب اسمع والكل يحب يسمع، ايش كان موقفكم وقت تطلبون تبوا تقابلون وزير ورفضونكم؟ هل انتم سحبتوا ام لا؟ شكرا. اولا اشكركم استاذ يوسف زينل والجمعيه. بخصوص انا اتمنى ان شاء الله للبرلمان القادم اخواننا الاعزاء بالمنبر ان يناقشوا موضوع الفساد، يستمرون في الموضوع هذا. وحبذا أن يكون بعد هناك يكون تشكيل لجنة يسمى لجنة مكافحة الفساد والتهرب من الضريبي، لأن كما تعلمون الآن سوف يقام الضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وقيمة الانتقائي وهالموضوع. طبعا راح يكون هناك في ريع أو يعني دخول المبالغ هذه، طبعا لازم تكون في تشكيل لجنة كم ضمن مشروع أو مكافحة الفساد. هاي نقطة جدا مهمة، وشكرا جزيلا. شكرا. الكلمة الأستاذ سعد. شكرا أخوي يوسف. تفضل سعد. مشكور يا أخي. يعني أنت كنت عضو في البرلمان، عنصر يعني من عناصر البرلمان، أقول لك يعني أنت كنت موجود، أنت سويت لما كنت يعني أنت جزء أيضا من نفس القضية. يعني أنا شخصيا تابعت البرلمانات من 2002 ولذلك أنا سويت حق كل برلمان مسرحية، يعني بالمناسبة يعني واحدة سويناها في 2004 وواحدة سويناها في 2008، مسرحيتين، واحدة النواب على الأبواب وواحدة النواب هذه من سويت على الدرايش، المهم شيء من هالنوع يعني. وكنت يعني الحقيقة جبت المرشحين اللي رشحوا نفسهم للبرلمان، جبناهم وعرضنا لهم عرض خاص لهم بعد، جبناهم كلهم وياهم بالفعل يعني عندنا في المسرح وعرضنا المسرحية وقلنا رأينا يعني في موضوع كله. لكن أنا يتهيألي في شيء مو بعدل في البرلمانيين نفسهم في الحكومة، لا الخطأ في البرلمانيين نفسهم. لأن حن مثلا أخ يوسف زينب، أنت ليش ما انسحبت حق ما شفت الموضوع اللي ما شفت الموضوع هيصة ما حد لحش يعني كلام وما يقدر يسوي شيء؟ يعني المفروض ينسحب يا أخي، أنا مو فاهم ليش بحر قادر ينسحب من البرلمانيين ذلين. أنا أقول لهم أشكرا، أقول لهم يا جماعة إذا ما قدروا نسوي شيء اطلع أنت مرشح تمثل ناس، شفت روحك حاجز ما تقدر تسوي شيء حق هالناس دي، طيب اطلع. لازم إلا 4000 دينار تحصل أو 5000 دينار ها؟ لا في يعطونهم فيعني شكرا. بس شكرا.
خلنا نتوقف بس وياك ساد للردود وتالي ناخذ بقية المتداخلين. يعني أنا أولا بالنسبة لتعليق أخونا خليل يوسف بنواف ونايف بنواف عدل أوكي أنا أتفق وياه في كل اللي قاله، بس أبي يعني أعقب على نقطة جوهرية مهمة تتعلق بتقليل صلاحية النواب. يعني النائب احنا ايامنا كنا نحاول ناخذ صلاحيات اكثر، لكن للاسف الان قاعدين يطالبون بصلاحيات اقل لنفسهم. يعني خلينا نضرب مثل، مو بالمثل اللي قاله خليل، في الفصل التشريعي اعتقد الثاني او الثالث مو متاكد، في كتله ما بقول الحين اسمها تبنت موضوع الاستجواب. مثل ما تعرفون استجواب حق دستوري لكل نائب، في ضوابط معينة لكن هو حق دستوري في النهاية. قامت هالكتلة وزعيمها طرح اقتراح أن يكون هناك تصويت على طلب الاستجواب، وبعدين زيدوها شكلوا لجنة لدراسة الاستجواب. هل الاستجواب يعني جدي، هل الاستجواب دستوري، هل الاستجواب كذا إلى آخره. وفي النهاية طبعا يقول لك لا، استجواب ذي مو دستور، استجواب ذي مجاد، الاستجواب ذي كذا، ويصير تصويت وفي النهاية ما يصير في استجواب. يعني يفوزون الجماعة لما يبون الاستجواب، لأن الهدف من هالقيود تقييد دور النائب في مساءلة الوزير أو الوزراء بشكل عام. أنا يعني مستغرب، حتى أنا يعني وايد استعيد، ما كنت في المجلس كل أيام، بس رحت اشتكيت عليهم يعني عند جهتهم المرجعية مالتهم. شعر بعكم ذلين الناس تدور على صلاحيات أكثر للبرلمان. البرلمان الأزرق قوي، مو بأن إحنا نطالب بصلاحيات أقل ونقيد نفسنا. زين، ونفس الشيء على موضوع السؤال. انت حين السؤال يدوب بيعطونك كم دقيقة على اساس انت تجاوب، اقول تسأل الوزير والوزير رد عليك، يقول لك لا ما عندنا وقت، الوقت المتاح ما ادري ايش. هاي مو صحيح، بالعكس المفروض احنا ناخذ صلاحيات اكثر للمجلس النيابي مو بالعكس. فهذه بغيت اضيف على موضوع اللي قاله خليل، بالإضافة لموضوع الطائفنة، الطائفية ذي مقتل. يعني إذا إحنا فعلاً وأنا يعني حدث لي حادث في أثناء تحقيق البرلماني في فساد التأمينات، جاوني جماعة قالوا لي أنت هاي فلان ما في داعي تتعرض له، ليش؟ لا كذا ذي. بعدين شوف الموضوع كبر، أنتوا إذا تستجبون هالوزير لأن شين على مستجب الوزير الثاني لأن سين. يا جماعة احنا برلمان وطني، إذا وصلنا لهالمواصيل خلاص قل سلاما على البرلمان انتهى. فهذه نقطة وايد مهمة، أنها طبيعة البرلمان والأشخاص اللي فيها لازم يتغيرون مع الوقت، ونبتعد عن الطائفية إن شاء الله نقدر. يعني أبو مجيد، يعني أنا موضوع طبعا قطاع الصناعات الاستخراجية وغيرها وقطاع مهم جدا، وأنا أعتقد أن في البرلمان الكويتي سووا لجنة أيضا، يعني عمليا دورهم إنه أكثر من دور النائب العادي. يعني طبعا هم يساعدون النواب في الأمور المتعلقة بالصناعات الاستخراجية، وهمهم الأول والأخير طبعا إفادة البلد في هذا المجال. ولكن أنا أعتقد أن هذه إذا كان عندك برلمان يتبنى هذا الموضوع أمر جيد. ليش؟ بالعكس، وأعتقد الشفافية الدولية عندها هيئة أو لجنة أو شيء من هذا القبيل، منظمة مستقلة بعد يمكن تبع الشفافية ولا غير ضمن الشفافية، ضمن الشفافية الدولية، لكن
عملهم يعني يصب في مجال الصناعات الاستخراجية وتأكيد موضوع الشفافية والإفصاح في هذه الصناعات. موضوع التسلح طبعا موضوع التسلح موضوع حساس جدا، وإحنا أيام زمان قبل الأحداث حتى يعني حاولنا يعني نطرق هذا الباب، أعتقد يعني واجهنا الصد. قريت كان في كتيب ذكر وفي أيضا جماعة هل هم تابعين للشفافية الدولية وغير ما أتذكر، عندهم أيضا بعض الدراسات حول الموضوع، قالوا أنه حتى في البرلمانات العالمية هذا موضوع التسلح شوي صعب يعني عليهم، فما بالك أن إحنا يعني يعني برلمان للحين مو قادر يستجوب وزير، يعني هذا ممكن طبعا يصير في ظل تفاهمات معينة، ولكن أؤكد أنه طبعا يعني الموضوع حساس لأنه يتعلق بالأمن العام، يتعلق بخاصة في ظل الأوضاع الحالية، صعب خاصة في ظل وجود برلمان ضعيف مثل البرلمان الحالي، لكن نتأمل أنه والله إذا في المستقبل مجال ليكن في الأمور، مو بس يعني تسلح، يعني في هناك أيضا مشتروات مدنية موجودة يعني عند القوات المسلحة، سواء القوات المسلحة سواء الحرس سواء الشرطة، هاي كلها معاملات مدنية ممكن يعني إخضاعها لنوع من الرقابة، وهذا أعتقد معمول به في كثير من الدول لو خلينا التسلح صوب. يعني هذه جوابي على كلامك، أو إذا قدرت يعني أوفي. موضوع كتلة الشعب كلنا متفقين أخوي سنن، إحنا يعني أيام السبعينات غير الآن غير، موضوع الانسحاب يعني ممكن يصير، مو إنه مستحيل، بس هذه مو عملية. أنا حين دخلت الانتخابات وصلت روحي أبي أحارب الفساد، أبي أكون موجود في البرلمان، أقوم سيدة أنسحب، أنا واحد ما أسوي شيء. درسنا إحنا الموضوع مع أخوان عبد النبي وعبد الهادي، لكن شفنا إنه ما يفيد، إحنا انسحبنا تركنا الميدان للبقية يعني، فما يفيد إلا إذا كان في هناك أغلبية عشان أنت تفرض ضغط على السلطة التنفيذية إنه والله تبي تحقق مطالب معينة فأنت تنسحب، لكن والله أنا بنسحب لأنه والله الوزير ما قابلني، لا هاي مو العملية، ما مش نفس شيء. جواب على كلامك أخوي سعد، يعني مو بأن أنا يوسف زين اللي سويت، يعني هذا برلمان متكامل المفروض الكل يقوم بدوره، وإذا كان فينا قرار بالانسحاب على الأقل يكون في 10 أشخاص من 40، مو 1 2 3 حتى ما يفيد يعني ما يسوي شيء. لذلك أنا يعني مو مع الانسحاب بالشكل المطلق أنه مجرد رد فعل عاطفي، وزير ما قابلني أو الحكومة ما أخذت بطلبي أو تشريع اللي قدمته رفض، لا هذا برلمان يبي له نفس، أنت بعدين تراكم خبرة، تراكم تجارب، تراكم أيضا نجاحات، تتحصل أمور معينة تحققها تبني عليها، لذلك أنت لا، انسحاب أنا أعتبره هروب، مو بالعكس تنسحب إذا كان عندك عدد كبير ويد واحدة. إحنا نقدم استجواب وزير ما شفنا إلا ظهراني جايبهم، بعد شوي 2 3 انسحبوا من شاروا تواقيهم، سقط الاستجواب، أنا ما عندك أنت العدد الكافي. الآن بعد سووا 1/3 بعد أصبح 27، الحين أصعب وأصعب، فأنت الاستجواب ما تقدر عليه، تروح تنسحب، فيبي لك عمل جاد، عمل نفس طويل، يبي لك يعني حنكة سياسية أيضا، مو أن تكون عاطفي والله بعد جمهورك شوي من فعل في الخارج خلاص إحنا بعد ننسحب، لا يعني مثلا أنا أجيب لكم مثل الوفاق، ليش نسحبه كتلة الوفاق؟ ما عليه، إحنا خلفيات وايد، كان
سبعة موجودين على الأقل كان قاعدة ونصهم موجودين ربع موجودين عندك أنت تمثيل في البرلمان. غلط انسحاب في حد ذاته غلط، لكن يبي له دراسة، يبي له تدرس كيس باي كيس. ما يقولون نشوف هذه أسئلة ثانية، نأخذ لفة ثانية من المداخلات، وإذا أحد بعد إضافي يحب يتداخل يخبرني لأن بتكون آخر المداخلات. أستاذ أحمد منصور تفضل. مساء الخير جميع، رحبك طبعا أستاذ يوسف بوبدر في المنبر بيتك هذا المهم، والشكر موصول لمدير الندوة. الحقيقة احنا المنبر يعني وافقنا ورحبنا وقلنا بندخل الانتخابات يعني على قد يعني المرء يعني، بس يعني هل احنا يعني المواطن العادي الآن يتساءل يعني بعد هالجراح وبعد هالمظالم اللي حدثت وبعد الإرهاصات وبعد الانتهاكات، هل يعني وتعرف احنا نعيش بين الأغلبية يعني المعدمة أو المسحوقة، هذا لين يعني أغلبهم ما ممكن يعني يوافقون على الدخول للبرلمان. نحن نناقش عن الفساد وعن صلاحيات النواب ودي، لكن الأساس بس يعني إحنا نقول حتى لو واحد نائب يجمع لمئة أو 150 نفر ممكن بإمكانه يدخل. يعني هل عندك أنت ممكن يكون رد لإقناع هذا لين الناس أو الفئة هذه أو المجموعة هذه من الناس اللي تشكل أغلبية، هل في يعني رد يعني ممكن يقنعهم؟ شكرا. شكرا سيد جعفر وداعي. شكرا للأخ أبو بدر نورتنا. يعني أنا اللي أبغى أسأل يعني ما فائدة إصدار يعني تقرير الرقابة المالية؟ يعني أنا أشوف أنه يعني يخلون على الرف يعني ما لي قيمة. يعني يخلون على الرف ما له فائدة يعني. ايه نيران رقابة ما ادري ليش يصدرونه، مثل اذا حفلة كل سنة يسوونها مرة الحفلة اي تقرير الرقابة المالية، بس انهم يطلعونه بس الاحتفال به، اما يصير فيه يعني رقابة على الفاسدين المفسدين ما في من هالنوع هذا، مرتاحين. بعد النواب ذيلين اللي يعني احنا نتكلم عنهم اللي هم صاروا كل شيء يوافقون عليه، لانهم مو نواب شعب اصلا اساسا، مو نواب شعب ولا هم يعني اهل للتشريع. يعني لو هو عنده اهليه للتشريع ما حدث منه شيء. هذا الاول قاعد الوزير يروح للنائب ويترجاه رجاء من فضلك يعني لا تحاول تسائلني لا تحاول جسمه، الحين لا، الحين الوزير يقول له اسكت وقعد اركن صوب واحد، هذا شنو هاي نائب شعب يعني؟ لما وبقول لك انا بعد الشيء يصير على عاتق الناس، لان الناس هم اللي يبذلين ولمن ما يقبلون بالدخول البرلمان، هذا اللي بعد الناس يعني انت اعطيتهم المجال ان يخيطون وبيطون ويصدرون قوانين على الناس. انا اللي ابغى اسال يعني هل لما يجي البرلمان السابق هل يستطيع ان يغير هالقوانين المجحفه اللي صارت على الشعب؟ شكرا. شكرا
خلينا هنا. طبعا نشكر الاستاذ ابو بدر، وطبعا نشكر طبعا الجمعيه على طرح هذا الموضوع. وانا ربما اخذ شوي يعني منحى شوي يختلف لما جماعه كلهم قالوه، الا وهو وجهات نظر مثل ما تعرف. فانا لا عندي مشكله في احترام وجهه نظرك، لكن ام انا لي وجهه نظر ويجب تحترم، او اللي يتفق معه او يختلف. انا اعتقد احنا عندنا بعض الامور هي اصلا خارجه عن نطاق المفهوم الصحيح، هل نقول الكلمات الصحيحه. هل نحن عندنا برلمان؟ سؤال. اذا تشعبنا اكثر، شنو هو البرلمان؟ وهل البرلمان مالنا هو فعلا يمثل الشعب؟ بمعنى ان اذا قلنا هو صوت الشعب، فاذا هو عنده فعلا السلطه والباور انه فعلا يقدر يراقب ويقدر يشرع. انا اعتقد هني يعني مساله اساسيه في هذا الموضوع. انا طبعا لا اختلف ان عندنا من الوطنيين اللي فعلا يبون يعني مخلصين وودهم ان يقدمون اي شيء لهذا الوطن، الا ان يعني هي القضيه مو بس في النائب الجيد والمخلص واللي فعلا يحب يعني يعمل ويؤدي عمل. لا، انا اعتقد بعد نفس ذكرت انت جزء منها على مدار اللي صار الفصول اللي راحت، مدى بعد مو بس النائب او النواب مو بزينين. يعني كأن الصورة اليوم احنا نقول انت تقدر تغير اذا عندك نواب زينين. انا اعتقد هذا المفهوم ليس دقيق. انا بنائب جيد وفعلا، لكن اذا امام صلاحيات وآليات اتأهله وان ما تحرجه امام حتى ناخبينه انه فعلا يقدر يقدم شيء، اعتقد هذا الخلل موجود عندك. يعني مثلا نرجع الى مسألة التمثيل، يعني هل في تمثيل عادل للشعب في البرلمان؟ اذا صح الكلام ان سميناه برلمان، انت في الاخير نص. حتى مسألة ان عندك 20 عندك 15 عندك الاخرة، بعدين لوين بتوصل؟ عندك الصمامات كثيرة امامك، يعني من غير لا نذكر جميعها ولنكتفي. مثلا اي شيء بقيت في الاخير ما لم يصادق عليه جلالة الملك لا ممكن ينفع. انا اعتقد انت امام هيكلية او امام اليات هي محتاجة الى اصلاح نفسها. يعني انا ممكن ادش في جاراج لاصلاح السيارات، لكن انا ما عندي تول بوكس جيد، او مثلا ما عندي حتى المكان اللي بوقف فيه السيارة. هذه عمليات هي يعني جزء من البرلمان، وليس بس فقط النائب. النائب عنصر من عناصره، لكن هو ليس كل شيء. يعني هذه انا بغيت بالنسبة حق الفساد، نعم فساد امام هكذا نوع من البرلمان ما تقدر. امام هكذا نوع حتى صج عندك اليات، عندك استجواب، عندك لجنه تحقيق، عندك الاخره، لكن اين تصل؟ انا ابي اعرف في فرق بين، اختم في هذه المساله، ان دائما احنا نقول ان انا اشتغلت في البرلمان، انا قدمت اقتراح، انا قدمت مشاريع، قدمت كذا كذا، لكن هو يقتصر امر انه بس انه لانه هو اشتغل قدم الامور، لانه هو فعلا اشتغل، هو عنده كذي. انا عندي ماذا حقق؟ انا بالنتيجه، انا النتيجه في الاخير ما عندي، وحتى لو في شكل جدا 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 قليل يعني نسبه للفتره والى اخره. يعني انا اكتفي بهذا القدر، اعتقد طولت وشكرا. شكرا استاذ. اخر مداخلتين ابو صبري. شكرا لك ابو بدر. انا ماذا لو اسسنا
واختيار الشخصيات الفاعلة التي تحمل هم الوطن والمواطنين. ومضينا في ورش عمل في التقاء بالجماهير من أجل تعريف الجماهير بهذه العناصر راح تكون برلمانية لخدمة الوطن والمواطنين والمجلس الوطني. وشكرا. شكرا. تأتي بس الميكروفون. مشكور استاذ على الطرح المتميز. بخصوص تحريك الدعوة الجنائية، إذا كانت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ما حركوا بلاغ جنائي مثلا عند النائب العام، هل بإمكان المواطن أن يحرك دعوة جنائية استنادا إلى تقرير الرقابة المالية والإدارية؟ هل تعتقد في جدية ولا النيابة العامة راح تحفظ البلاغ؟ سيد مشتبه، هل في جدية ولا النيابة العامة راح تحفظ البلاغ يعني؟ شكرا. هاي كان آخر سؤال. تفضل أستاذ يوسف تجاوب عليهم أو تعقب. موضوع الجماهير المسحوقة أخوي أحمد، يعني أنا أعتقد إحنا يعني نعاني من هذه المشكلة، والأحداث جات وعلمتنا الكثير من التجارب. الآن خلنا شوي نتكلم سياسة. أنت تنظيم طليعي، يفترض فيك أن أنت تقود الجماهير مو الجماهير تقودك. الوعي وين موجود؟ موجود عند القيادة، العاطفة موجودة عند الجمهور، فأنت عليك تقودها الجماهير تقنعها. المسألة مو سهلة، مسألة مو بأن أنا أي حق واحد إنزين منضرب، هل منضربين متعورين متكسرين كذا، تقنع أنا تعال لا والله عفى الله عن ما سلف وتعال ندش الانتخابات. أدري موضوع مو سهل، موضوع صعب، لكن أنت هاي دورك. دورك الآن ما عندك أنت بديل آخر. شنو البديل آخر؟ ناطح السحاب. كن واقعيين، يعني في النهاية احنا نبحث عن يعني خلنا نقول ثغرة معينة ننفذ منها، وترى ما نحمل البرلمان بعد اكثر من اللازم. البرلمان وسيلة من وسائل النضال وليس كل النضال يعني. فاحنا نحاول قد ما نقدر نستخدم البرلمان لتحقيق اهدافنا السياسية، وهذه شيء مشروع. ليش شكلت الأحزاب إذن؟ ما في شيء. أنا عندي برنامج زين يساند الكادحين الفقراء، أنشد العدالة الاجتماعية طبعا، واشتغل بين الجمهور. لكن إذا شفت ما في وسيلة البرلمان ممكن جزئيا أو كليا يحقق لذلك فليكن. وأعتقد أن البرلمان من خلال تجربتنا في جبهة التحرير والآن في المنبر الديمقراطي، إن المشاركة دائما كانت مفيدة، ما كانت سيئة، بالعكس المقاطعة هي سيئة، المقاطعة هي كانت سلبية دائما، ما أعطت نتائج. فلذلك أنا أقول يعني هذا الموضوع يعني أنتوا عليكم تنورون الجمهور وتحاولون تقنعوننا. في النهاية هذه على الأقل يعني منفى، يمكن يصير يمكن ما يصير، لكن ما عندنا بديل آخر حاليا. يعني احنا ما عندنا كفاح مسلح، والأعمال الإرهابية تعرف يعني شون، في قانون وفي سجون وفي كذا. فأنت في النهاية العمل السلمي محصور جدا. فأعتقد أنه يمكن البرلمان، يمكن أنا أقول يقدر يطلعنا من الحالة الميؤوسة اللي احنا فيها، وهي محاولة، وإذا ما فادت ما بتضر أنا أعتقد يعني.
واحنا من خلال تجربتنا ثلاثة في برلمان 2002 حركنا وايد ملفات، ثلاثة بس. زين نحاول وان شاء الله يعني الله يوفقنا. سيد بالنسبة للتقارير يعني هو يمكن يكون جانب، في جانب استعراضي وجانب على قولتك يعني بهرجة إعلامية وغيره، لكن أكيد يعني التقارير دي أيضا مستندات تؤثر على الدولة وتدين الدولة، مو بس ذي، لأن أنت تقرير جاي من جهة رسمية تقول أن في حالات فساد 1 2 3 4 5، هاي تدقيق داخلي على حسابات الدولة على أداء الدولة. البرلمان لازم يتحرك، مو أنه بس نحط في الدرج وخلاص نسوي له استعراض كل سنة ونتكلم عنه وننسى، هذه مشكلة يعني. إذا ما أنت أنت عندك فضايح بالألوفات بالملايين وأنت ساكت عنها، المفروض أنت ما عليه خلي يعني يعبر عن شعوره شوي. أوكي نعم. أوكي. الأسئلة اللي طرحت أخوي أحمد يعني أسئلة جدلية حقيقة، يعني هل في برلمان؟ أكيد في برلمان، أنت رسميا شعبيا صوت على الميثاق، ويعني كنا نبي برلمان يمكن مو بالشكل ذي، لكن أوكي طلع في برلمان في النهاية. أنت عندك الدستور أيضا يحكمك في 3 سلطات من ضمن البرلمان. الآن البرلمان إذا ما له دور أو إنه والله على قولتك ما يمثل الشعب، والله هو يمثل شريحة من الشعب في النهاية، يعني حتى لو أنت يعني تقول لا ما يمثل كل الشعب، نعم لكن يمثل شريحة من الشعب. والبرلمان أيضا هي معترك سياسي، وفي كر وفر، أنت في أوقات أيام كتلة الشعب إحنا كنا في الأمام، بعدين ضربة صارت راجعنا. في 2002-2006 كان وضعنا مريح، إنزين بالعكس إحنا كنا نأمل إن برلمان 2006 وما بعده يعني الآن مو في 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 صدد يعني محاسبة من اللي كان السبب، السلطة أم المعارضة أم الاثنين معا، لكن نقول يعني إحنا يجب أن يكون عندنا برلمان. يعني لو ما صار حل البرلمان في 1975 كان وضعنا أعتقد وايد أفضل، تراكمات صارت، خبرات صارت، الأحزاب تحركت، لكن لأن ما كان في ديمقراطية 25 سنة خلاص تراجعنا. فأنا أعتقد أن صح اللي تقوله أنت أن والله التمثيل ضعيف، الاختصاص ضعيف، أنت عليك الدور أن فعل دور البرلمان. أوكي ما قلت في النهاية أن البرلمان هو مو كل شيء، البرلمان أداة من أدواتك. أنت إذا عندك والله قوة جماهيرية تقدر تتحرك على مستوى النقابات، على مستوى المجتمع المدني، على مستويات ثانية، خل شوف ثقلك في الشارع. لكن أنت ما عندك ثقل في الشارع، ما عندك دور في المجتمع المدني، ضعيف دورك. إنزين ما يعني في النهاية أنت الملام، هذاك طرف أقوى قاعد لابد أن يسوي كذي. أنا ما برر له بس طبيعي يعني طرف القوي ولا في النهاية يفرض شروطه. أنت عليك أن تغير الموازنة من خلال استخدام البرلمان كوسيلة نضالية للوصول لشيء أفضل، مرحلة أفضل، مكتسبات ثانية وهكذا. بصبري يا ريت والله نقدر نسوي برلمان ظل يعني أنه نثقفهم، يا ريت يعني شيء فكره جيده نسوي لهم ورش عمل كذا، ونطبع ان هل انت عندك 40 واحد الان مؤهلين تسوي منهم برلمان ظل؟ ها ما عليه. اوكي هاي فكره جيده اطرحها على عبد الجليل صالح النعيمي، خل يتبنونها في اللجنه مالتهم وان شاء الله ليش لا، انا مو ضدها يعني.
بالنسبة لتحريك الدعوة الجنائية، أنت تعرف أن هاي الموضوع أولا مو أنا واحد طقيني رحت أنا اشتكيت. أنا إذا صاحب دعوة متضرر حد طقيني حد خذ مالي، أقدر أروح أحرك الدعوة الجنائية. أنا مو أحركها، أنا أشتكي عند النيابة والنيابة هي اللي تحرك الدعوة. أنا عندي رأي أن بإمكان النيابة العامة من تلقاء نفسها، بس لازم نرجع للقانون. إذا حد قانوني موجود يشوف هل بإمكان النيابة العامة أن تحرك الدعوة الجنائية فيما يتعلق بتقارير ديوان الرقابة ولا لا. إذا تقدر فبالتالي بإمكان النيابة العامة أن تقوم بذلك، وهذا أفضل. ومو كذي، ديوان الرقابة المالية والإدارية، إحنا قعدنا مع رئيس الديوان أيام زمان يعني، وقال أنه فعلا هو حرك أو أحال قضايا إلى النيابة العامة، بس وين وصلت وين راحت ما أدري. هو قال أنه حوله، فبالتالي أنت عندك أولا الديوان نفسه بإمكانه أنه يحيل. أنا ليش من ساعة قلت أن البرلمان ينسق مع ديوان رقابة، حيث أن البرلمان من نفسه ما يقدر يسوي شيء، يقدر يراقب رقابة سياسية، لكن في الجانب الجنائي يروح لديوان رقابة يقول والله هذه الملفات اللي نتمنى عليكم تحيلونها للنيابة العامة. وأنا أعتقد أيضا السلطة التنفيذية عليها دور، يعني أنت يعني عفوا يعني أنا قاعد عندي وزارات عندي كذا، إذا في مخالفات على كل وزارة ندرسها. في بعض الوزارات فعلا ترد، في بعض الوزارات تشكل لجان لدراسة هذه المخالفات. أحد ما أدري في النهاية شو يصير. هذه المشكلة أنا ما في واحد يتابع، ما في واحد يشوف وين الأمور وصلت. فهذه المتابعة الحثيثة مهمة، لكن أنا من نفسي كشخص أروح للنيابة أقول لهم هاي تقرير مليء بالمخالفات رجاء حركوها، لا أعتقد ما يصير. أوكي، نتمنى لكم أمسية طيبة إن شاء الله ونلتقي على خير. شكرا 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 للأستاذ يوسف زينل على هذا العرض.